هناك ارتباك امني يحصل بين الحين والاخر في مناطق متفرقه من العاصمه بغداد، هناك يعني مخاوف من المواطنين بتصاعد نسب الجرائم، جرائم القتل، هناك سلاح منفرد صراحه رغم يعني اجراءات وزاره الداخليه بحصر سلاح في الدوله وفتح استماره لشراء الاسلحه من المواطنين، لكن ما زال هناك سلاح مخفي لدى جهات مسلحه ولدى مواطنين ايضا يستخدم في لهذه الاغراض. في عالم البارحه راحت اثنين شباب راحوا بيها بسوق مريدي وبغداد جديده سلاح منفرد، يعني شنو شو يسموها هاي؟ الحكومه وينها؟ تقول للحكومه تقول لك احزاب، جندي اذا ينزل البيت ما يشيل سلاح، يعوفه بالبيت، شنو يشيل سلاح ويقعد يختار؟ اقل اطلاب ويشيل يضرب المواطن. هذا يسموها هم يعتبر منفلت. اذا تجي لام الصدق هم يعتبر منفلت، لان انت نزلت لبيتك انت مو مداوم التحقت، على شنو اشيل سلاحي واطلع؟ انت مو بامان. على شنو؟ فما يعتبر هم سلاح منفلت. الجرائم التي حدثت يعني بالنتيجه نتيجة وجود سلاح، والكل يعرف أن العراق يعني من عام 2003 وقبل هذا الوقت سلاح موجود لدى العشائر، لدى الأفراد، لدى العوائل، بالتالي هذه طبعا أكيد امتلاك السلاح هو بحد ذاته هو خطورة على المنزل، على الأفراد، وبذات على الشباب. القضايا اللي تحدث طبعا الحكومة لابد أن تتخذ إجراءات. نطالب الحكومة أنه تضع حد لهذه الممارسات السلبية بالمجتمع وتمنع استخدام السلاح، وكذلك التوعية الاجتماعية، يعني التوعية الدينية بالمساجد أو من خلال أجهزة التلفاز، الإعلام لازم يأخذ مجراه، الجامعات لازم أكو يعني عتبنا على أساتذة الجامعة لازم يستخدمون أدوارهم.